لما انت تراهن على نادي الهلال يكسب التحرير ده يعني عادي. فبالتالي كل الناس بيثبتوا الايه الهلال. فلما انا جيت مثلا جبت جول وتعادلنا مع الهلال كل التوتو كوره ده باظ باظ. يعني ايه؟ ما فيش حد كسب. فانا بقى خلاص بقى الناس كلها بقى مين اللي بوظ التوت؟ مين اللي بوظ التوت؟ الشطه اللي بوظ التوت. بقى نرجع بقى لاسم الشطه طبعا، عشان بس اسم الشطه ده برضو مهم جدا ان نتكلم عنه. ما هو ليه شطه صحيح يعني؟ يعني انا لما بقول للناس عبد المنعم مصطفى، أمانة مصطفى مين؟ أقول لهم شطة يا جماعة، كابتن شطة. ما هو أنا هي الاسم ده أطلق عليا في الكتاب، سميته هنا الكتاب، أنا سميها الخلوة. الخلوة دي اللي هي بتحفظ القرآن وكده. فالشقاوة بقى في السودان ده شقي، ده شقي حامي مش عارف إيه زي الشطة. بقى الاسم بقى ارتبط بإيه؟ بالرشاق. بالرشاق من وأنت صغير كده؟ من صغير، من عندي 4 سنين. ياه خلي بالك، يعني الناس ما تعرفش انه الشطه دي ما ارتبطتش بالكوره خالص، ما لهاش علاقه بالكوره، هي بس اللي اللي اللي, اللي وسعها قوي وخلاها كده يعني بوبيلر. كابتن لطيف الله يرحمه، شطه نزل الماتش حمي، شطه نزل الماتش حمي. الله يرحمه. كان يتكلم يقول لك شطه نزل الماتش حمي. فطبعا الناس خدت اسم شطه ده. يعني انطلق برضه في السودان، برضه انا كنت في الجامعه بلعب كوره، وكنت بعزف موسيقى، وكنت برضه في فرقه المدرسه بتاعت اللي هي الكاديت اللي هي بنسميها العسكريه. يعني انا خدمت في كل حته، وكنت عازف ساكسفون، وكنت عازف عندي صوره والله المفروض يجيبوها، انا بعزف ساكسفون. ف يعني تعدد المواهب دي خلاني من الاسلام ان انا ابقى معروف في اماكن معينه، وفي الجمباز بالذات بلعب في مع المدرسه بتاعتي ومع المنطقه. كنت بتلعب جمباز؟ جمباز كنت بلعب جمباز وانا صغير. بس متعدد المواهب يعني. جمباز يا اسلام من غير تعليم، لوحدي كده، الاقي حد بيعمل مش عارف الحاجات دي متمرن عليها لوحدي. لكن يعني بعتبر ان الجمباز هو اللي ساعدني في ان انا اقدر العب كره قدم بشكل مميز. بالمواصفات اللي هي انا هحكيها بعدين، ليه دكوتي استطاع ان يوظفني بشكل مختلف عن انا كنت بلعب في السودان. كنت